الصفحة 160، الفصل الثاني، تطبيقات على الموجات، Application of the Waves. يصدر الخفاش موجات ترددها أعلى من التردد الذي تسمعه الأذن الإنسان، تسمى موجات فوق صوتية، تنتشر في محيطه، فإذا اصطدمت بأي جسم أو عائق ارتدت عنه لتعود إلى أذني، ثم تمررها إلى دماغه الذي يقوم بإجراء معالجة للمعلومات الواردة، فيحدد بذلك المسافة التي تفصله عن الجسم الذي ارتدت عنه وموقعه منه بالضبط وحجمه وشكله، وتستخدم الحيتان والدلافين الطريقة نفسها في تحديد موقع الأجسام من حولها. واستطاع الإنسان محاكاة هذه الظاهرة في صناعة العديد من الأجهزة التي تعتمد على مبدأ انعكاس الموجات مثل الرادار والسونار وغيرهما من الأجهزة. فما مبدأ عمل الرادار والسونار؟ الصفحة 161. موجات الصوت تحتاج إلى وسط ناقل، وتعتمد سرعتها على نوع الوسط ودرجة حرارة الوسط. موجات الصوت يحدث لها 3 أشياء: انعكاس عن الأسطح الملساء بشروط معينة، يحدث مثل الصدى من تطبيقاته السونار والرادار، وأيضا يحدث امتصاص من الأسطح الخشنة، ويحدث رنين عند تساوي تردد موجتين. الصفحة 162. الدرس الأول، سرعة انتشار الموجات الصوتية. علمت سابقا أن الصوت من الموجات الميكانيكية الطولية التي تحتاج إلى وسط ناقل، ففي أي الأوساط الصلبة السائلة الغازية تكون سرعة انتشار الصوت أكبر. الاستكشاف والتفسير، توقع في أي الأوساط تكون سرعة الصوت أكبر، سجل توقعك. تأمل الجدول 4.1 الذي يبين سرعة انتشار الصوت في مواد مختلفة. الجدول 4.1 سرعة انتشار الصوت في مواد مختلفة. في المواد الصلبة المادة الحديد سرعة الصوت 5130 متر بالثانية، الألومنيوم 5100، النحاس 3560. المواد السائلة عند درجة حرارة 25 درجة سلسيوس. المادة الماء سرعة الصوت 1490 متر بالثانية. الكحول الإيثيلي 1140. الزئبق 1450. المواد الغازية عند درجة حرارة 25 درجة سلسيوس. المادة الهيدروجين سرعة الصوت 1290 متر بالثانية. الهيليوم 972. الهواء 331. استخدم بيانات الجدول في إثبات توقعك أو نفيه. يمكن ترتيب المواد تنازليا من حيث مقدار سرعة انتشار الصوت فيها بناء على تقارب ذراتها ومماسكها وتماسكها على النحو الآتي: المواد الصلبة ثم السائلة ثم الغازية. فعند تعرض المادة لموجة صوتية تبدأ ذراتها بالاهتزاز، وهذا الاهتزاز ينتقل من ذرة إلى أخرى حتى يصل إلى آخر ذرة في الوسط. الصفحة 163. فالوسط الذي تكون ذرات تكون ذراته متقاربة ومتماسكة أكثر يعمل على نقل الموجة الصوتية أسرع، وهذا يجعل سرعة انتشار الصوت في المواد الصلبة أكبر منها من السائلة، ومن السائلة أكبر منها من الغازية. والسؤال الآن، هل لدرجة الحرارة تأثير في سرعة انتشار الصوت في الوسط؟ الاستكشاف والتفسير، ماذا يحدث لو زدنا درجة حرارة الوسط؟ هل تزداد معه سرعة انتشار الصوت أم تقل؟ سجل توقعك. تأمل الجدول 4.2 الذي يبين سرعة انتشار الصوت في الماء عند درجات حرارة مختلفة. في الجدول 4.2 درجة الحرارة 0 سلسيوس سرعة الصوت 1402، عند 20 درجة السرعة 1482، عند 30 درجة السرعة 1543. استخدم البيانات في الجدول في إثبات توقعك أو نفيه. تتحرك ذرات المادة حركة اهتزازية، وتزداد سعة هذه الحركة الاهتزازية بزيادة درجة حرارة المادة. فعند انتقال موجة صوتية خلال وسطين من النوع نفسه ولكنهما مختلفان في درجة الحرارة، فإن الوسط الذي درجة حرارته أعلى تكون سعة اهتزاز ذراته أكبر، وعليه يعمل على نقل الموجة الصوتية من ذرة إلى أخرى أسرع.
صفحة 164 تطوير المعرفة. يبين الشكل 4-19 مقطعاً لنافذة زجاجية تحتوي على طبقتين من الزجاج بينهما فراغ. ما أهمية هذا الفراغ في عزل الصوت؟ التقويم والتأمل. بالاعتماد على الجدول 4-3 فسر الحالات التي تلي. الجدول 4-3 الغاز وسرعة الصوت. الغاز الهيدروجين عند 0 درجة سرعته 1686. الهيليوم عند 0 درجة سرعته 972. الهواء عند 0 درجة سرعة 331. الهواء عند 20 درجة السرعة 343. ألف سرعة الصوت في الهواء عند درجة 20 درجة أكبر من سرعة الهواء عند درجة 0 درجة. ب سرعة الصوت في الهيدروجين والهيليوم أكبر من سرعته في الهواء عند 0 درجة.